استبلبل بالجمل رتب حروف التهنئة وصيغها عبر المقال. أبث أغلى التهنئة لصاحبي واضرب مثل مبروك لإبراهيم في المولود رمز الاحتفال. عاصم بشير الخير يا إبراهيم لبراس العمل، أسأل من الله يجعلها بالخير يصلح كل حال. في صيدة كلمات أبو معتز نجيب محمد عبد الله النجار، ألقاها تهنئة لصديقة إبراهيم عبد الله محمد المضري بمناسبة ارتزاقها المولود الذي أسماه عاصم. يلحنها فائز أبو شمس عزفة أبو خليل عبد فرحان رايق حاز بيت، مع تحيات تسجيلات الفائز تمام. جوار مستوصف لبنان التخصصي. يقول أبو معتز يا الحاج استبلبل بالجمل رتب حروف التهنية وصيغها عبر المجال. يقول أبو معتز يا الحاج استبلبل بالجمل رتب حروف التهنية وصيغها عبر المجال. أبث أغلى التهنية لصاحبي واضرب مثل مبروك صاحب الغالي يديم.
رتب حروف التهنية وصيغها عبر المقال، رتب حروف التهنية وصيغها عبر المقال. متواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 7216904090 او 7111500400.